نبتدئ بدرسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله: أحكام الراءات. أحكام الراءات، الراء، ندرس اليوم حكم الراء. قال حفظه الله: الراء حرف دائر بين الترقيق والتفخيم. الراء حرف إيش؟ دائر بين الترقيق والتفخيم. ما معنى دائر؟ بينه بقوله: فتارة يفخم وتارة يرقق. فتارة يفخم أي الراء، تارة يفخم، وتارة أي الراء يرقق. وقد يرد في راء بعض الكلمات الوجهان، يعني في بعض الكلمات راؤها فيها وجهان، فتفخم وترقق، فتفخم وترقق. فأحكام الراء ثلاثة: التفخيم هذا الحكم الأول، والترقيق الحكم الثاني، وجواز الوجهين الثالث. إذن الراء إما أن تكون مفخمة أي راء في القرآن، أو أن تكون مرققة، أو أن تكون هذه الراء فيها إيش؟ وجهان: التفخيم والترقيق. وسنأخذ في هذا المجلس إن شاء الله هذه الأحكام الثلاثة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang ahkam ra'at, yaitu hukum ya tentang huruf ra. Huruf ra itu adalah ya huruf yang ar-ra di sini yaitu adalah huruf yang dair, yaitu berputar antara tarkik dan tafkhim, ya antara tarkik wa tafkhim, yaitu tipis dan tebal. Fatarotan, maka terkadang ya dia di tafkhim, dan terkadang juga dia adalah di tarkik, ya. Dan ya keadaan yang tiga, kadang ra tersebut ya pada sebagian kata itu ada dua cara atau dua segi, yaitu bisa tafkhim dan bisa tarkik. Kemudian ahkam atau hukum terkait dengan huruf ra itu ada tiga macam. Yang pertama adalah tafkhim, kemudian tarkik, kemudian hukum yang ketiga adalah bolehnya dua segi. قال: وهاك الكلام عن حكم الراء وأحواله مفصلا. الحكم الأول التفخيم. التفخيم، قال: حالات التفخيم ثمانية: تفخم الراء في ثمانية حالات، أو في ثماني حالات، وهي أن تكون الراء الأولى، احفظها، مفتوحة. إذن أي راء مفتوحة فحكمها التفخيم، أي راء مفتوحة فحكمها التفخيم. نحو، لاحظ المثال: ربنا، را هنا الراء إيش؟ مفتوحة، أليس كذلك؟ فحكمها التفخيم. را ربنا، أنت بتقول ربنا را ربنا، لا، را. وهكذا رمضان، ولا نقول رمضان را، ها يا رمضان، ها انتبه، را رمضان، فانتبه، الراء مفخمة. لماذا؟ لأنها مفتوحة. Kemudian berikut ini yaitu pembahasan tentang hukum ra dan keadaannya secara terperinci, yaitu keadaan yang pertama yaitu ketika ditakfim, jadi ya ditakfim ra itu pada 8 keadaan, ya bahasanya ra itu ditakfim pada 8 keadaan. Keadaan yang pertama ya bahasanya ra itu adalah maftuhah, itu di fathah, ya, sebagaimana beliau telah ya praktekkan. Itu pertama yaitu adalah di فتحة. الثاني من حالات التفخيم أن تكون الراء ساكنة وقبلها فتح، ساكنة وقبلها فتح. إذن الأولى أن تكون إيش؟ مفتوحة، الثانية ساكنة وقبلها فتح. نحو، لاحظ المثال: قرية، هنا الراء إيش؟ ساكنة وقبلها حرف مفتوح، قرية. وهكذا مريم، لماذا تفخم؟ لأن الراء مفتوحة وقبلها، لأن الراء ساكنة وقبلها. فإذا سمعت من يقول مريم، ها، وهذا كثير في هذه الكلمة، وهكذا قرية قرية قر قر، لا مر مر، لا غير صحيح،
حكم التفخيم مريم بلا خلاف بين القراء قرية. لماذا؟ لأنها مفتوحة وقبلها، لأنها ساكنة وقبلها مفتوح أو فتح. نعم. Kemudian keadaan yang kedua ya bahwasanya ra itu di tafkhim yaitu ra tersebut adalah disukun ya dan huruf sebelumnya berharokat fathah ya huruf yang sebelum ya ra sukun ini adalah berharokat ya fathah ya sebagaimana pada contoh dan telah dipraktikkan oleh beliau yakni ra nya disukun kemudian harokat sebelumnya fathah. الثالث من حالات التفخيم أن تكون الراء ساكنة وقبلها ساكن وقبل الساكن فتح. نحو المثال والعصر. لا شك أن هذا المثال يكون حال الوقف، التمثيل به المراد حال إيش؟ الوقف، يجتمع الساكنين. إذن راء ساكنة للوقف وقبلها حرف إيش؟ ساكن، وقبل الساكن ماذا؟ فتح. وقبل الساكن فتح، فحكمها التفخيم. إذن هكذا نقف والعصر والعصر. لماذا نفخم؟ لأنها ساكنة وقبلها ساكن وقبل الساكن فتح. Kemudian keadaan yang ketiga ya bahasanya ra tersebut adalah disukun ya dan ini pada keadaan waqaf yaitu ketika berhenti ya jadi ra-nya disukun dan sebelum ra sukun ini adalah apa ya huruf yang bersukun ya kemudian sebelum huruf yang bersukun ini ya huruf yang berfathah yaitu di fathah ya sebagaimana dalam contoh ra-nya disukun kemudian itu sad-nya juga sukun kemudian sebelumnya apa ya diharokati fathah jadi huruf yang berharokat fathah. Hatta nahfaz halat التفخيم. لاحظ هذه الثلاث الحالات تدور حول الفتح، هذه الثلاث الحالات التي أخذناها تدور حول الفتح. فالحالة الأولى أن تكون الراء مفتوحة، الثانية أن تكون الراء الساكنة وقبلها فتح، الثالثة أن تكون الراء ساكنة وقبلها ساكن وقبل الساكن فتح. إذا لاحظ أنها كلها تتحدث عن إيش؟ عن الفتح. حتى تحفظها أن تكون الراء مفتوحة ثم ساكنة قبلها فتح ثم ساكنة قبلها ساكن وقبل الساكن فتح، فكلها تتحدث عن الفتح. هكذا تحفظها إن شاء الله. Dan mungkin di sini apa supaya mudah untuk dihafal ya bahasanya tiga keadaan ini yaitu terkait dengan apa harokat fathah. Jadi yang pertama adalah ra-nya di fathah ya kemudian keadaan yang kedua adalah ra-nya di sukun dan sebelumnya adalah fathah. Ya, kemudian keadaan yang ketiga yaitu ra-nya disukun, kemudian huruf yang sebelumnya juga disukun dan huruf yang sebelumnya di fathah. Ya, makanya untuk yang mempermudah dalam menghafal ya tiga keadaan ini bahasanya ini ya terkait atau berhubungan dengan apa? Harukat fathah. Ar-rabi' min halat at-tafkhim an takuna ar-ra' madmumatan. Nahwu qawlih subhanahu. Lahidh al-mithal. رحماء رو رو رحماء. إذن هنا الراء مفخمة. لماذا ها عبيد؟ لماذا تفخم؟ لأنها مضمومة، لأنها مضمومة. وهكذا يبصرون رو رو، ولا نقول يبصرون رون ها كما ينطق الكثير، هذا خطأ. يبصرون رون، لا انتبه، الراء هنا تفخم لأنها مضمومة. يبصرون هكذا. Kemudian keadaan yang keempat ya bahwasanya ra tersebut di tafkhim yaitu ketika ra tersebut adalah di dhammah ya berharokat dhammah ya sebagaimana dalam contoh ya bisa dilihat ra pada ruhama itu di dhammah kemudian pada contoh ya yubsirun ra-nya di dhammah ya maka keduanya ini apa ya di tafkhim. ما شاء الله. الخامس من الحالات حالة التفخيم أن تكون الراء ساكنة وقبلها ضم، راء ساكنة وقبلها إيش؟ ضم. نحو لاحظ المثال قربا. إذن هنا الراء ساكنة، ماذا قبلها؟ قبلها حرف مضموم فحكمها التفخيم قربا. وهكذا بصورت
بصور صور. لماذا تفخم؟ لأنها ساكنة وقبلها ضم. Kemudian keadaan yang kelima, bahwasanya ra tersebut adalah disukun, ya, dan harokat huruf sebelumnya adalah dhammah, ya, sebagaimana ya bisa dilihat dan telah dipraktekkan beliau, ya, ra-nya disukun, kemudian harokat huruf sebelumnya di dhammah. Kemudian contoh yang kedua juga pada basurtu, ya, ra-nya disukun, kemudian harokat huruf sebelumnya adalah di dhammah. As-sadis من حالات التفخيم أن تكون الراء ساكنة وقبلها ساكن وقبل الساكن ماذا؟ ضم. لاحظ المثال خسر، راء ساكنة وقبلها ساكن وهو حرف السين، وقبل هذا الساكن إيش؟ حرف مضموم وهو الخاء. إذن إيش حكم الراء هذه؟ خسر. ماذا حكمها؟ التفخيم، لأنها ساكنة وقبلها ساكن وقبل الساكن ضم. Kemudian keadaan yang keenam, ya, bahasanya ra tersebut adalah disukun, ya, dan sebelum ya ra sukun ini adalah huruf yang disukun juga, ya, kemudian sebelumnya lagi itu adalah huruf yang di dhammah, ya, sebagaimana bisa dilihat dan telah dipraktekkan oleh beliau. طيب نلاحظ أيضا كما قلنا في الفتح هذه الثلاث الحالات كلها تتحدث عن الضم. فالأولى من هذه الحالات أن تكون الراء مضمومة، والثانية ساكنة وقبلها مضموم، والثالثة ساكنة وقبلها ساكن وقبل الساكن مضموم. نكون بهذا حفظنا ست حالات، ثلاث في الفتح وثلاث في الضم بنفس الترتيب. Ya, begitu pula untuk mudah menghafal ya tentang tiga keadaan ini yaitu ketika ra itu di dhamma, ya, keadaan yang empat ra-nya di dhamma, kemudian keadaan yang kelima ra-nya disukun dan sebelumnya dhamma. Kemudian keadaan yang keenam yaitu ra-nya disukun, kemudian sebelumnya juga disukun, kemudian huruf yang sebelumnya lagi yaitu di dhammah. Ya, maka ya ini tiga keadaan ra di dhammah. Ya, kalau begitu kita telah apa? Menghafal ya enam keadaan yaitu bahasanya dalam keadaan ra tersebut tiga keadaan di fathah dan tiga keadaan ra itu di dhammah. Jadi jumlahnya 6 kita telah menghafalnya. Masya Allah. السابع من حالات تفخيم الراء أن تكون الراء ساكنة وقبلها همزة وصل. أي راء ساكنة قبل همزة وصل حكمها التفخيم؟ ملفوظة أو مقدرة؟ ملفوظة بمعنى أنها منطوقة نطقت. كيف ذلك؟ إذا ابتدأنا بالكلمة تكون همزة الوصل ملفوظة منطوقة. متى؟ إذا ابتدأت بالكلمة من أولها. مثالها ارتابوا، هنا نطقت بهمزة الوصل لفظت بها، فحكم الراء التفخيم. ليش؟ لماذا؟ أبا ها؟ لأنها مسبوقة بماذا؟ بهمزة وصل ساكنة وقبلها همزة وصل. ومثال المقدرة غير المنطوقة الذي ارتضى، هل لفظت بها؟ هل لفظت بهمزة الوصل؟ الجواب لا. الذي ذر لم ألفظ همزة الوصل، لكن حكم الراء التفخيم. لماذا؟ لأنها مسبوقة بهمزة وصل مقدرة، بهمزة وصل مقدرة. إذن خلاصة أي راء ساكنة قبلها همزة وصل فحكمها إيش؟ التفخيم، فحكمها التفخيم. Kemudian keadaan yang ketujuh bahwasanya ra itu ditafhim, ya, bahwasanya ra tersebut adalah ya sukun berharokat sukun, ya, kemudian sebelumnya ini sebelum harokat ra sukun ini adalah hamzah wasl, ya, hamzah wasl yang keadaan pertama adalah yang diucapkan atau dilafadzkan. Ya, sebagaimana contoh pada ya irtabu, ra-nya disukun, kemudian ada sebelumnya yaitu hamzah wasl, ini yang malfudhah, ya, kemudian ya atau muqaddarah, ya, atau di hamzah wasalnya itu apa diucapkan secara muqaddarah, ya, sebagaimana pada contoh yang kedua yaitu al-artitado, sebagaimana telah dipraktekkan beliau, ya, di situ ya
sebelum ra sukun ada hamzah wasl ya, tetapi di sini ya diucapkan secara apa, muqaddarah, yaitu hamzah waslnya muqaddarah. Ya, jadi keadaan yang ketujuh ra sukun kemudian sebelumnya ya hamzah wasl, maka hukumnya adalah ya di tafkhim, yaitu baik malfudah maupun muqaddarah. الأخير من حالات التفخيم أن تكون الراء ساكنة، انتبه، أن تكون الراء ساكنة وقبلها كسر أصلي، وقبلها كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء غير مكسور في كلمة واحدة. هذه خمس ضوابط: تكون الراء ساكنة وقبلها كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء غير مكسور في كلمة واحدة. هذه خمسة ضوابط، وهذه الخمسة الضوابط مخصوصة في خمس كلمات. هذه الخمس الضوابط انطبقت على خمس كلمات في القرآن الكريم لا سادس لها، في خمس كلمات مخصوصة لا سادس لها. لاحظ المثال الأول: قرطاس، هنا الراء ساكنة وقبلها كسر أصلي، ليس كسرا عارضا، كسر أصلي، كسر أصلي. كسر العارض قد يراد به كسر همزة الوصل مثلا، كسر همزة الوصل أو كسر منفصل عنها، أو كسر منفصل عنها. وبعدها حرف استعلاء، ماذا بعد الراء؟ طاء، والطاء في ما سيأتي معنا أنها أحد حروف خص ضغط قض، وهذه الحروف هي حروف الاستعلاء، هذه الحروف هي حروف الاستعلاء. غير مكسور، الطاء هل هي مكسورة؟ لا، مفتوحة، إذا غير مكسور. ثم قال في الضابط الأخير: في كلمة واحدة، فالراء الساكنة والطاء في كلمة واحدة. إيش حكم الراء إذا انطبقت هذه الخمس الضابط على الكلمة؟ حكمها التفخيم. إذا الراء في كلمة قرطاس مفخمة، لماذا؟ لأن الراء ساكنة وقبلها كسر أصلي، ها ها، وبعدها حرف استعلاء غير مكسور في كلمة. إذا الكلام طويل، والخلاصة هي خمس كلمات، أن تحفظ هذه الخمس الكلمات، وهي قرطاس في الحاشية، وإرصادا في الحاشية، فرقة، ولبالمرصاد، ومرصادا. هذه الخمس الكلمات راؤها تفخم، راؤها تفخم قولا واحدا. Kemudian keadaan yang kedelapan, ya, bahwasanya ra, huruf ra tersebut ya disukun, ya, kemudian ya sebelumnya ya terdapat kasrah asli, ya, kasrah asli. Kemudian yang setelahnya itu terdapat huruf isti'la, ya, sebagaimana ya akan datang pembahasannya, ya, karena ta termasuk dari huruf ya isti'la, ya, masuk dalam huruf khusad dagat, ya, dalam huruf istilah. Kemudian yang selanjutnya yaitu ya ghairu maksur, yaitu tidak di tidak dikasrah, ya, huruf istilah ini tidak tidak dikasrah. Setelahnya yaitu ya pada satu kata, ya, jadi ya dalam dalam satu kata. Jadi huruf huruf ini, syarat ini, ketentuan ini ya ada lima. Ini lima ketentuan ya bahwasanya ra tersebut di tafkhim, yaitu yang pertama ra-nya disukun. Kemudian yang kedua, bahwasanya sebelumnya terdapat harokat kasrah asli. Kemudian ya ketentuan yang ketiga, ya setelahnya huruf isti'la. Ya, seperti di contoh ini, yaitu ra-nya disukun, sebelumnya kasrahnya asli. Kemudian setelahnya huruf isti'la, yaitu huruf ta. Kemudian ghairu maksur, tidak di kasrah. Ya, kemudian ya dalam satu kata. Ya, dalam satu kata. Kemudian ya keadaan yang kedelapan ini di tafkhimnya ra itu ya terbatas pada lima ya lima kata, ya lima kata yang khusus, ya lima kata yang khusus, maka ya bisa ya dihafal, yaitu kirtos, wa irsad, wa firqah, kemudian labil mirsad, mirsada. Ini memenuhi padanya apa, lima ketentuan, ya, maka di sini qaulan wahida, yaitu satu pendapat. Ya, bahasanya ra-nya apabila memenuhi lima ketentuan ini,
maka huruf ra-nya adalah di tafkhim. هذه حالات التفخيم الثمانية. وكما نلاحظ الأمر سهل، ثلاث حالات في الفتح وثلاث حالات في الضم وحالة قبلها همزة وصل، والأخيرة هذه الخمس الكلمات، هذه الخمس الكلمات. إذا نسمع منكم الأمثلة قبل أن ننتقل إلى الترقيق، أسمع منكم الأمثلة. بسم الله. ربنا 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 رمضان رمضان قرية 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 مريم مريم والعصر والعصر رحماء يبصرون قربا بصرت بصرت خسر ارتابوا الذي ارتضى الذي ارتضى الذي ارتضى ذر الذي ارتضى الذي ارتضى قرطاس وإرصادا وإرصادا فرقه لبالمرصاد لبالمرصاد مرصادا 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 مرصادا. ما شاء الله، حالات التفخيم واضحة. طيب ننتقل إلى حالات الترقيق، وهي الحالة الثانية والحكم الثاني من أحكام الراء. قال حفظه الله: ترقق الراء في أربع حالات. ترقق الراء في أربع حالات. إذا النصف، نصف ما مر معنا، حالة التفخيم ثمانية ونصفها أربعة، هي حالات الترقيق. قال حفظه الله: وهي أن تكون الراء الأولى مكسورة. إذن أي راء مكسورة حكمها الترقيق؟ لا يوجد راء مكسورة تفخم، لا، كل راء مكسورة حكمها الترقيق. نحو، لاحظ المثال: رزقا ري ري رزقا، وهكذا. وذر الذين، انتبه تقول وذر الذين، لا، وذر وذر الذين. لماذا نرقق الراء هنا؟ لأنها مكسورة، لأنها مكسورة. kemudian kita masuk ya keadaan ra yang kedua yaitu adalah keadaan tarkik ya keadaan tarkik ya sebagaimana ya telah lewat yaitu keadaan tafhim ya terdapat 8 keadaan maka di sini keadaan ya tarkik ini ada ya 4 keadaan yaitu separuhnya atau setengahnya dari keadaan tafhim kemudian huruf ra itu di tarkik ya pada 4 keadaan ya keadaan yang pertama bahasanya ra itu adalah di kasrah ya sebagaimana dalam contoh ya maka hukum ra di sini adalah di tarkik ya sebagaimana telah ya dicontohkan. الثاني من حالات الترقيق أن تكون الراء ساكنة وقبلها كسر أصلي. الحمد لله، يهديهم الله سبحانه. أن تكون الراء ساكنة وقبلها كسر أصلي. مرة معنا قلنا المراد بالكسر الأصلي يعني يخرج إيش؟ كسر همزة الوصل أو الكسر المنفصل عنها أو الكسر المنفصل عنها مثل أمير تابو مثلا. أمي هذا كسر لكنه كسر إيش؟ عارض منفصل، كسر عارض، كسر عارض. وهكذا إرتابو حال البدء هذه همزة وصل مكسورة، كذلك يدخل فيها الكسر العارض فإن همزة الوصل هي أصلا عارضة. فهو يقول هنا أن تكون الراء ساكنة وقبلها كسر أصلي. نحو
فرعون، لاحظ الراء ساكنة وقبلها فاء مكسورة، كسر أصلي وهو كسر الفاء، وهكذا ميرية راء ساكنة وقبلها كسر أصلي وهو الكسر الذي في الميم، فرعون، ميرية، شرعة، هنا الراء ترقق لأنها ساكنة وقبلها كسر أصلي. Kemudian keadaan yang kedua ya, yaitu keadaan tarkik ya, bahasanya ra tersebut adalah disukun ya, dan sebelumnya lagi yaitu adalah ya kasrah huruf yang sebelumnya yaitu berharokat kasrah kasrah asli ya, dan kasrah asli ini mengeluarkan ya kasrah ya pada hamzah wasl dan juga mengeluarkan kasrah arid. Di kasrah asli ini ya mengeluarkan kasrah pada hamzah wasl ya, dan juga kasr arid ya, sebagaimana telah dipraktekkan beliau, yaitu bahasanya ra-nya tersebut adalah disukun dan harokat huruf yang sebelumnya adalah ya kasrah asli ya, maka hukum yang terdapat di sini adalah ya huruf ra-nya adalah tarkik. الثالث من حالات الترقيق ترقيق الراء، قال أن تكون الراء ساكنة وقبلها ساكن غير مستعل، هذا الساكن يكون ويش غير مستعل، لا يكون حرف استعلاء، أي حرف من حروف الهجاء سوى حروف الاستعلاء، وقبل الساكن هذا، وقبل الساكن هذا الحرف قبله كسر، إذا لاحظ راء ساكنة وقبلها ساكن، لكن يشترط في هذا الساكن إيش؟ أن لا يكون حرف استعلاء، ثم قبله ماذا؟ كسر، قبله كسر، نحو سحر، الراء ساكنة للوقف وقبلها إيش؟ حرف ساكن، هذا الحرف ما هو؟ حاء، إذا غير مستعل، غير مستعل مستفد، وقبل الحاء حرف إيش؟ مكسور، إذا الراء ساكنة وقبلها ساكن وقبل الساكن إيش؟ كسر، وقبل الساكن كسر، وهكذا الذكر، هنا الراء ساكنة وقبلها إيش؟ ساكن، وقبل الساكن كسر، وقبل الساكن كسر، إيش حكم الراء؟ الترقيق، إذا الراء ساكنة وقبلها ساكن وقبل الساكن كسر، إنما نزيد فقط قيد غير مستعل، لماذا نزيد هذا القيد؟ لأنه سيأتي معنا في ما يجوز فيه الوجهان كلمات جاز فيها الوجهان بسبب هذا الأمر، وهو أن الفاصل بين حرف الراء والحرف المكسور حرف استعلاء، حرف استعلاء، هذا يدخل في الحكم الثالث وهو جواز الترقيق والتفخيم، فلذلك هنا نقول أن تكون الراء ساكنة وقبلها ساكن غير مستعل وقبل الساكن كسر. Kemudian keadaan yang ketiga ya, bahasanya ra itu ditarkik, itu adalah ra tersebut adalah disukun ya, kemudian dan harokat huruf yang sebelumnya itu adalah sukun ya, ghairu musta'alin ya, dikatakan apa ghairu musta'alin, yaitu selain huruf-huruf istilah atau masuk pada mustafil ya, kemudian sebelum sakin ini, sebelum huruf yang bersukun ini ya, itu adalah di kasrah ya, jadi pada contoh ra-nya adalah disukun ya, kemudian apa huruf ha-nya itu adalah disukun, kemudian sebelumnya adalah huruf ber ya kasrah, yaitu berharokat kasrah, maka di sini apa ya ra-nya adalah hukumnya adalah di tarkik ya. Kenapa di sini ya disebutkan syarat ini, yaitu ghairu musta'lin ya, karena nanti ada ya ada kalimat-kalimat yang bisa dibaca dengan dua segi ya, karena nanti ada kalimat-kalimat yang bisa dibaca dengan dua segi. نلاحظ أن هذه الحالات الثلاث كما مر معنا في التفخيم كلها تتحدث عن إيش؟ عن الكسر، فالأولى أن تكون الراء مكسورة، ثم أن تكون الراء الساكنة وقبلها كسر، ثم أن تكون الراء ساكنة وقبلها ساكن وقبل الساكن كسر، فهذه الحالات كلها في الكسر، بهذه الطريقة تحفظها سريعا، راء مكسورة ثم ساكنة قبلها كسر، ثم راء ساكنة وقبلها ساكن وقبل الساكن كسر. Ya, begitu juga di sini bahasanya tiga keadaan ini ya, yaitu keadaan tarkik, yaitu bahasanya yang pertama adalah apa ya, di kasrah, jadi ra-nya di kasrah, kemudian keadaan yang dua ra-nya di sukun, kemudian harokat sebelumnya itulah kasrah asli, kemudian keadaan yang tiga
bahwasanya ra-nya disukun dan sebelumnya itu disukun, huruf yang sebelumnya adalah sukun, kemudian ghairu musta'alin dan sebelumnya lagi itu adalah huruf yang berharokat kasroh, yaitu pada sin. Ya, maka tiga keadaan ini ya seperti keadaan ya dua keadaan pada dhamma dan tiga keadaan pada dhamma dan tiga keadaan pada fathah. Maka ini ya untuk memudahkan dalam menghafal ya tiga keadaan ini, ya cara menghafalnya sebagaimana telah lewat pada keadaan dhamma, ya ra itu di dhamma dan ra itu di kasrah di fathah. الرابع من حالات الترقيق وهو الأخير أن تكون الراء ساكنة قبلها ياء ساكنة. أي راء ساكنة قبلها ياء ساكنة حكمها الترقيق. قال نحو خبير، لاحظ الراء ساكنة الوقف وقبلها ماذا؟ ياء ساكنة وقبلها ياء ساكنة. وهكذا خير، راء ساكنة وقبلها إيش؟ ياء ساكنة. ولا فرق، هناك فرق بين ياء خبير وياء خير. فالياء في خبير ساكنة وقبلها كسر، ايش نسميها؟ وخير ياء ساكنة وقبلها فتح، ايش نسميها؟ والحكم واحد بالنسبة للراء. بالنسبة للراء اي راء ساكنة قبلها ياء ساكنة حكمها الترقيق، لا فرق بين الياء المادية والياء اللينية. kemudian keadaan yang keempat ya bahasanya ra-nya itu adalah disukun, ya ra-nya disukun. Kemudian sebelum ra sukun ini adalah ya terdapat huruf yang apa ya sukun, ya ya sukun, ya maka di sini hukumnya adalah tarkik, ya hukumnya adalah tarkik. Ini ra-nya disukun pada khobir, ya dan ini masuk dalam pembahasan ya karena khobir, karena sebelum ya sukun ada harokat yang sejenis yaitu kasrah, ini masuk dalam pembahasan mat, ya. Kemudian pada contoh khair yaitu ya sukun, kemudian sebelumnya adalah fathah, maka ini masuk dalam pembahasan matlin. Adapun hukum ra-nya ya pada keduanya ini sama. Ya pada hukum ra-nya itu sama yaitu di tarkik. Masyaallah. Idzan hadhihi halat. Idzan hadhihi hiya halat tarqiq ar-ra. Arba'u halat. An takun ar-ra'u maksuratan aw sakinatan wa qabla كسر، أو ساكنة وقبلها ساكن وقبل الساكن كسر. الأخير أن تكون الراء ساكنة وقبلها ياء ساكنة. ننتقل إلى الحكم الثالث والأخير من أحكام الراءات، وهو جواز الوجهين. جواز الوجهين أي جواز الترقيق والتفخيم. لذلك قال يجوز التفخيم والترقيق في كلمات تحفظ حفظا. هذه الكلمات تحفظ حفظا، يجوز فيها الوجهان. وانتبه، تحفظ الكلمة وتحفظ متى يجوز الوجهان، لأن الجواز ليس مطلق في هذه الكلمات، ليس مطلقا في هذه الكلمات. فالكلمة الأولى هي كلمة فرق. في أي سورة هذه الكلمة؟ فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم ال. في أي سورة؟ عند منذر، هو قرأها قريبا. أي سورة؟ هذا اختبار، اختبار اليوم نقدمه، نقدم بدلا من الأسبوع المقبل سورة الشعراء، ليس كذلك؟ سورة الشعراء في قصة موسى عليه السلام. إذن هذه الكلمة الراء فيها وجهان، لكن السؤال متى يجوز الوجهان؟ متى يجوز الوجهان؟ الجواب قال وذلك في الوصل. إذا وصلت هذه الكلمة بما بعدها جاز لك الوجهان، فيجوز أن تقرأ فرق كالطود أو فرق كالطود، هذا معنى جواز الوجهين. متى؟ حال الوصل. قال أو حال الوقف بالروم. ما شاء الله، الوقف بالروم هذا سيأتي معنا بيانه إن شاء الله في مستوى نرفع كلام عن الروم، لكن الخلاصة أن الروم يأخذ حكم الوصل. الروم أن تأتي ببعض الحركة، فتقف على هذه الكلمة ببعض الحركة فتقول فرقي فرقي كسرة يسيرة، أو فرقي بالترقيق فرقي، يجوز فيها الوجهان حال الوصل أو حال الوقف بالروم. إذن عرفنا الكلمة وعرفنا متى يجوز فيها الوجهان.
Kemudian ya keadaan yang ketiga yaitu bolehnya dua segi. Ya, jadi boleh dua segi ini maksudnya boleh ya mentafhim dan juga boleh mentarkik. Ya, dan ini hanya pada beberapa kalimat. Ya, pada beberapa kalimat maka ya bisa di sini dihafal ya, antum hafal kemudian apa? Diketahui ya bagaimana sifatnya. Ya, bagaimana sifatnya? Yang pertama yaitu kata firkin. Ya, kata firkin sebagaimana beliau ya sebutkan dalam surat Su'ara. Anfalakal bahwa kana kullu firkin katawdil azim. Ya, maka firkin ya ketika wadzalika fil wasal itu ketika apa? Ya diwasalkan ya sebagaimana telah dipraktekkan beliau yaitu diwasalkan pada wa aslahna tsumal akharin. Ya, maka di sini apa? Ya pada keadaan wasal yaitu firkin itu bisa ditafhim dan juga bisa ditarkik. Ya, bisa ditafhim dan juga ya bisa ditarkik yaitu ra'nya bisa ditafhim dan bisa ditarkik. Kemudian juga pada keadaan waqaf yaitu ketika ya berhenti dengan cara raum. Ya, dengan cara raum yaitu mendatangkan sebagian huruf ya, mendatangkan dengan cara mendatangkan sebagian huruf sebagaimana tadi telah dipraktekkan beliau ya, di situ ada ya dua segi ya sebagaimana telah dipraktekkan beliau dalam ya dalam pengucapannya. Maka dua keadaan ini yaitu ketika wasal dan juga ketika keadaan waqaf ya dengan cara raum maka ra di sini boleh ditafhim dan boleh ditarkik. الكلمة الثانية والثالثة كلمة القطر ومصر وهكذا الثالثة يسر. هذه الكلمات قال وذلك حال الوقف بالسكون. هذه الكلمات يجوز فيها الوجهان حال الوقف. إذا انتبه فرق يجوز فيها الوجهان حال الوصل. ثلاث الكلمات الأخيرة متى يجوز فيها الوجهان حال الوقف. إذا وقفت على هذه الكلمة بالسكون على هذه الكلمات بالسكون جاز لك الوجهان. فنقول مثلا القطر ها والقطر ومصر ومصر يسر يسر يجوز فيها الوجهان. Kemudian kalimat yang setelahnya yang boleh dua segi yaitu boleh tafkim dan terkik yaitu kata al-qitr ya dan juga di situ ya selanjutnya itu misr kemudian yasr dan yang semisalnya dan ya semuanya ini ya ketika dalam keadaan waqaf dengan sukun ya ketika waqaf dengan sukun maka bisa ya dibaca dengan dua segi. طيب اذا نسمع منكم هذه الكلمات وقبل ان نسمعها نسمع كلمات الترقيق حالات الترقيق أيضا. بسم الله. رزقا رزقا وذر الذين وذر الذين فرعون فرعون مرية مرية سحر سحر الذكر خبير خبير خير خير. جواز الوجهين انتبه الكلمات ننطقها بالوجهين. فرق كالطود فرق كالطود فرق كالطود هذا التفخيم ها نسمع الترقيق منكم. فرق كالطود فرق كالطود. الكلمة الثانية القطر القطر الترقيق القطر القطر مصر مصر مصر, مصر يسر 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 هذه الكلمة يجوز فيها
الوجهان. أحسنتم. نكون بهذا انتهينا من أحكام الرآت. وكما نلاحظ أن الأمر سهل ليس كذلك؟ مدى أمر سهل والحمد لله. ثم ذكر المؤلف أسئلة نجيب عنها كتابة، ومن هذه الأسئلة: بين حكم الراء في الكلمات التالية مع التعليل. تقول هذه الراء مفخمة، لماذا؟ تقول لأنها مفتوحة، وهكذا. ثم ختم هذه الأسئلة بقوله: تكليف، استخرج الراءات من سورة المدثر، المدثر، وبين حكمها، وبين حكمها، قل حكمها الترقيق، وبين ذلك مع التعليل لأنها مكسورة، حكمها الترخيم لأنها مضمومة، وهكذا. ليش اخترنا المدثر؟ ها؟ لأن كلها إيش؟ الرآت فيها كثيرة. نعم. Ya, dengan demikian kita telah selesaikan tentang ahkam terkait dengan hukum-hukum ra. Ya, sebagaimana biasanya ya, beliau memberikan soal-soal ya, kemudian ya beliau minta ya tentang penjelasan bagaimana hukum ra, ya apakah tafkhim ataukah tarkik, dan kemudian disebutkan ya alasannya ya atau sebabnya. Ya, disebutkan alasannya atau sebabnya. Kemudian sebagai PL yaitu taklif ya di situ ya, supaya mengeluarkan contoh ya raat yaitu ahkam yang terkait dengan hukum ra, itu disebutkan ya ahkam ra-nya, kemudian disebutkan alasannya atau disebutkan sebabnya dan kenapa ya beliau memilih surat ya Al-Mudatsir, karena di situ terdapat ya banyak contoh dari ahkam yang ahkam ra. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. إذا نقف هنا إن شاء الله. ما شاء الله. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.